بشأن عمالة الأطفال في العراق تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أستاذ ضياء مرحبا بكم. يعني مفوضية حقوق الإنسان تبين أن عدد الأطفال العاملين في العراق يصل إلى 700,000 طفل في سوق العمل. إلى أي مدى ترى هذه الأرقام حقيقية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها العراق؟ السلام عليكم وتحياتي للجميع. حقيقة هذه التقارير ليست بغريبة عنا كمنظمة، ولكن المشكلة الكبيرة اللي يعانيها الشعب العراقي وخاصة الأطفال هي الجزء الضعيف. نحن نعلم أنه بداية 2003 تبدلت كل الأوضاع بالعراق، وحتى الطفل وحتى العناية بالتعليم هذا يعني بدأ بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة. الرجال القائمين على رعاية الطفل أو المسؤولين على رعاية الطفل لا يهتمون بهذه الوضعية ولا يهتمون بطفل ورعاية الطفل في العراق. هم يهتمون بسرقة أموال العراق والانتخابات وما شاكل ذلك. يعني حقيقة الطفولة بالعراق معدومة إطلاقا، ليست للأيتام. الأيتام الموجودين في العراق، إحنا نعلم إذا كانت في بغداد ولا إذا كانوا الموجودين الأيتام في المخيمات، والعلم يعني حتى في المخيمات يلاحقهم هذه العصابات وتحرق الخيم، ولا يوجد تعليم ولا توجد عناية صحية بهذه. ولكن العوائل تضطر أنه تبعث أولادها لكسب العيش، لأنه إذا كانت أم مريضة والأب متوفي ماذا يعمل هذا الطفل العمر 6 سنوات إلى 12 سنة؟ يذهب ويترك المدرسة ويعمل، وهذا قاعد نشوفها. يعني أما الحكومة العراقية هل عندها برنامج معين لإنقاذ هذه الأطفال أو لإنقاذ العوائل الموجودة؟ هو إنقاذ العوائل راح بالتأكيد راح يرجع العود إلى الأطفال، لكن هذه المؤسسات الحكومية العناية بالأمومة لا توجد بالعراق، محيت بالتمام. والتعليم بالعراق يعني ترك إلى جانب آخر. يعني حقيقة أنا سمعت مرة تصريح من وزيرة التعليم السابقة في العراق، وتقول يعني بالحرف الواحد، قالت التعليم في زمن النظام السابق كان ديكتاتوريا. أنا ما أعرف التعليم يعني في أوروبا هل هو تعليم طوعيا ولا إجباري. التعليم في أوروبا يا سيدتي أيضا إجباري، وإذا لم تبعثي ابنك للتعليم في أوروبا مرتين ثلاثة ينذرون العائلة، وبعدين تجي دور الحضانة تأخذ الطفل من عندك وهم يعلموها وتجيكم عقوبة للعائلة. هذا أيضا نظام ديكتاتوري. إذا تريدين هم فهموا الديمقراطية بصيغة الذي يعني تختلف عن الديمقراطيات المتعارف. هم فهموا الديمقراطية وتبادل السلطة بدفع رشاوي لشراء المنصب، وهذه هي المكاسب فقط. المكاسب اللي يكسبها السياسيين الموجودين هي هاي بالنسبة لهم الديمقراطية، لا يهمهم البرنامج السياسي اللي يقدمه المسؤول أو التيار السياسي. كلهم كذابين وخدعوا الشعب العراقي مدة 18 سنة، والأمور تتدهور من يوم إلى آخر. والذي يحكم العراق حقيقة هذه الأحزاب السياسية هي تابعة إلى إيران 100%. الولاء السياسي العراقي يجب عليه أن يخدم إيران وولاء إيران، ويذهب ليكنس وينظف دور الإيرانيين حتى يحصل على منصب ومكاسب. أستاذ ضياء، هل البيئة التي يعمل فيها الأطفال مناسبة لهم؟ هل الأعمال التي يمارسها الأطفال، وذلك لأنهم فقدوا المعيل الوحيد لهم، هل تراها مناسبة لهم نوعا ما؟ حقيقة العمل الأطفال هو ممنوع بكل العالم، يعني بكل دول العالم ممنوع الأطفال، لكن هي بالعراق بالوقت الحاضر السياسيين العراقيين هم مسؤولين. أين يعملون الأطفال؟ كيف يعاملون الأطفال بهذه
الأماكن الذي يعملون فيها، في الزبل، في الأماكن الصعبة جدا يروحون يعملوا. أنا رأيت في الفيديوهات حقيقة أطفال وطفل وأخته يبكون لأنه ما يقدرون يوفرون حتى قوت لأكلهم من هذه الأعمال اللي يعملوها. إذن يا أخي المشكلة إجرامية بحق الأطفال، وذول الذي متنصبين بهذه المهمة لا يقومون بمهمتهم الأصلية، هي رعاية الطفل من جميع النواحي، ليست فقط أنه الذهاب إلى المدرسة، وإنما الصحة والمسائل الأخرى والعناية النفسية وكل هذه الأشياء. إحنا عندنا هسه في العراق حالات يعني غريبة عجيبة ما موجودة بالعالم يا أخي. الزواج القصري، يزوجون بنت عمرها 9 سنوات، وهذا صرح به الجعفري اللي هو طبيب يعتبر نفسه، والله أنا ما أعرف هذا من منح شهادة الطبية، إذا يصرح بهذه التصريحات يسمح للطفل للطفلة تتزوج بعمر 9 سنوات. هذول معتوهين عقليا حقيقة. أستاذ ضياء، اليونيسف تقول إن نسبة الأطفال المستبعدين من المدارس تجاوزت 20%، لكن يعني أريد سؤالكم هنا، ما أثر ذلك على المجتمع العراقي؟ يعني عندما يكون هناك 20% مستبعدين من المدارس، كيف نتوقع المجتمع بعد عدة سنوات؟ هذا المجتمع هي عملية مدروسة، يعني من أنت تغيب أو 20% من التعليم ومن حصولهم على أبسط حقوقهم حتى يقدرون يمارسون حياتهم الطبيعية في المستقبل، يعني أنت حرمت 20% من المجتمع العراقي، معناتها أنت والنسبة حقيقة عند النساء أكثر، تطلع بالثلاثين وثلاثة وثلاثين بالمئة تقريبا، يعني هذه النسب عالية جدا عند الأطفال الموجودين بالنسبة للبنات أكثر والأولاد أقل. هذه هي عملية مدروسة لإجبار هذا المجتمع العراقي الراقي اللي كان سابقا، وإحنا يعني يشهدون به العالم كله، تشهد به حتى اليونسكو شهد بالتعليم في العراق، كانت الجامعات في العراق من الجامعات درجة أولى في العالم، كنا نقبل بالجامعات الأجنبية بدون اختبار وبدون أي شيء من حينما نأتي. أنا واحد من الناس من إجيت أكمل الدراسة العليا هنا بالنمسا، حقيقة ما امتحنت أي امتحان، رأسا قبلت نفس الشهادة اللي أخذتها من جامعة بغداد. هذه الجامعات بالوقت الحاضر غير معترف بها دوليا، وصلوا الحالة إلى هذه الحالة المأساوية. هذه الخطة خطة من أجل تدمير الشعب العراقي حقيقة، وهذول المسؤولين الموجودين المتنصبين على أرقاب الشعب العراقي هم إيرانيين 100%. أنت لا يهمك يتكلم العربية وجاي من قبيلة فلان وفلان، هذا ما يعنيني شيء، هو اللي يعنيني ولاء، هل هو ولاء للوطن ولا ولاء إلى إيران؟ كلهم ولاءهم إلى إيران، وإنما عبيد عند الإيرانيين وليس فقط الولاء. أستاذ ضياء، هل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 تعي خطورة عدم ذهاب الأطفال إلى المدارس؟ بمعنى هل هم يتعمدون ذلك أم أن الأوضاع يعني غلبت على أمرهم؟ حقيقة هم يعون إلى هذا، واعين جدا، لأن هم كلهم الشهادات اللي جايبوها هو كلها شهادات مزورة، وإحنا نعرف جيدا ماذا يعني إحنا كيف نترجى من هذه المجاميع ولياء الحرب الموجودين في العراق انه يقدرون يربون مجتمع، قيس الخزعلي ولا هادي العامري ولا نور المالكي؟ هل مجاميع هي تقدر تربي مجتمع؟ هل من الممكن ان يقودون الشعب العراقي الى بر الامان؟ ان ينال الشعب العراقي استقلاله بـ 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 من جميع الحالات الموجود بها؟ ان ينال الانتخابات تكون شرعيه؟ هل قيس الخزعلي هو ديمقراطي ولا هذا واي واحد من عنده؟ هل هم دول ديمقراطيين؟ يعني حقيقه الحاله الموجود بها هم الذين يتحكمون على ارقاب الشعب العراقي. نعم، وتدمير الطفل العراقي هي عمليه مدروسه. عبر سكايب من فيينا امين المنظمه العربيه لحقوق الانسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكم.